سماويا وصوتها إلهيا. ولم لا وهي بنت أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء اخت الحسن والحسين، بل هي بنت محمد صلى الله عليه وسلم. القصيدة تتحدث عن مسير السبايا وسمو تلك الرؤوس التي رفعت على سنة الرماح، فأقول فيها: رأس سما فوق الجميع وسارا، ليزيح من ليل العقول غبارا. رأس سما فوق الجميع وسارا، ليزيح من ليل العقول غبارا. يتلو كتاب الصبر وهو على القنا، قد علم الإقدام والإصرار. قد أيقظ التاريخ من كبواته، وهب العصور حقائقا وآثارا. هو ذا دليل العقل، هذا فكره، هد الظلام وشيد الأنوار. رأس أذل رؤوسهم بسموه، رأس أذل رؤوسهم بسموه، إذ كان في وجه الردى إعصارا. أي الرؤوس رؤوسنا يا سيدي، أي الرؤوس رؤوسنا يا سيدي، ولكل موبقة غدت أوكارا. بمجونها طفحت وطار لبابها، فتعثرت وتدحرجت أحجارا. يا قمة تعلو ويا ألق العقول، ويا ملاذا آمنا ومنارا. أي الرؤوس رؤوسنا يا ثابتا، قد زادها وهم الحياة ديوارا. وأمام رأسك تنحني كل الجباه، وأمام رأسك سيدي تنحني كل الجباه. بأي وجه نرفع الإبصار؟ وأمام رأسك سيدي دكت صروح للنفاق تعاقبت أدوارا. يا فارسا شق الخنوع بجأشه، ومضى عزيزا باسلا مغوارا. قمم سرت فوق الرماح مشاعلا، قمم سرت فوق الرماح مشاعلا، ورؤوسنا خلف الدجى تتوارى. يا غافلا طأطئ برأسك وابتعد، إن لم تكن متوهجا نوارا. أحسن الله إليكم. يا غافلا طأطئ برأسك وابتعد، إن لم تكن متوهجا نوارا. هذا نعيم العقل فاغنم مجده، والفكر كان لرأسك المعيارا. فبدونه وهج السراب يحيطنا، فترى رياض فيه قفارا. طأطئ فهذا رأس من بكت السماء له دما، وأبرك له إكبارا. طأطئ فهذا رأس من بكت السماء له دما، وأبرك له إكبارا. رأس كمئذنة سما فوق الجميع، لكي نعيش بواسلا ثوارا.
ونفوسنا تفنى بغير صغائرها، ونفوسنا تفنى بغير صغائرها، فضياعنا إن لم نكن أحرارا، فضياعنا إن لم نكن أحرارا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسألكم الدعاء لي ولوالدي رحمكم الله. صدر حافر داسه من قالوا لي مذبوح، قضى عمري بكي ونوح، قضى عمري بكي ونوح.